السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد. هذه المره غادي نهضر لكم على المواد الغذائيه اللي تقضيت من ميركادونا كثارين، ولكن غادي نشوف الا ما جاش الفيديو هذا طويل غادي نوريهم لكم كاملين. الا ما سميتو انتظروا الجزء الثاني المره الجايه ان شاء الله. المهم قبل ما نبداو دابا مع غادي نوري المشتريات في الاكل، يعني المواد الغذائيه، وكما كتشوفوا يعني دائما فيما كنشري كنشارك معكم. وكاينين الناس اللي وحده جات قالت لي قالت لك يوميا المشتريات هو بزاف. اول حاجه بالك بحال ما كتاكل، حيت كلشي الناس طبيعيين كياخذوا مواد غذائيه يوميا. راه كل ما كناكلو كلشي الناس كياخذوا مواد غذائيه. اللي جات تقول لك راه يوميا كثير المشتريات، راه مش غنقول لكم بانت ليا واقيلا خدامه بالمازوت ماشي بالماكله. المهم اول حاجه الماكله غادي نوري لكم هو هذا العصير هذا ديال المانغو ديال الليمون وديال الخيزو. صراحه زوين بزاف، كناخذو من ميركادونا اللي الثمن ديالو كيدير اورو، والثمن ديالو صراحه الثمن مناسب بالنسبه للناس اللي جايين في اسبانيا. خذو راه زوين كيدير غير اورو وكيجي فيه ايترونس. غنبقاو في العصير، غادي ندوز نوري لكم العصير الثاني اللي كناخذ من ميركادونا هو هذا اللي صراحه سين سكر سين السكر ثاني ديدوش، يعني بلا سكر، يعني ما فيش داك السكر، يعني فيه غير السكر الطبيعي ديال الديسير. هذا الصراحه ديال ميلوكوتون زوين بزاف، هذا ديال ميركادونا دقت ديال لي دقت الاخرين ديال لي الصراحه كيجيني مسكر بزاف. ما كيعجبنيش السكريات بزاف، كيجيني مسكر بحال معسل داك ميلوكوتون، وما كيعجبنيش ديال لي. المهم هذا ديال ميركادونا هو اللي كيعجبني فيه، يعني كتحس بنين زوين بزاف، ولكن ما كتحسيش به بحال العسل، كتحسي بحال الكوفيتير. يعني السكر ديالو هو هذاك، السكر ديالو زوين بزاف. المهم فيه دايرينكم فيتامين ا و سي او. والمهم البنات راه سين غلوتين وداكشي، وراه زوين بزاف. كناخذو دائما ميركادونا اللي كيدير ديك 56 سنتيم هكاك. الحاجه الاخرى اللي بغيت نشارك معكم هي مايزينا، ولكن ديال ميركادونا ديال الصنع ديال ميركادونا. المهم كما كنعرفوا مايزينا راه واحد سميتو واحد الماركه، ولكن هذا الدقيق ديال المايس ولا النشا ديال صنع ميركادونا، وهذا راه ماشي اول مره غادي نجربو. دائما كناخذها، كنت كناخذ في الاول مايزينا، ولكن جاتني هذه رخيصه على مايزينا. مايزينا كما كنعرفو كدير ب 3 اورو قل. هذه ديال ميركادونا كيف انا كناخذهم بزاف، كناخذ فيهم بزاف كما كتشوفوا. علاش؟ حيت كنصوب بهم الغريب، واحد الغريبه ديال صراحه كتجيب بنينه ودغيا كتفرتس، واحد الغريبه ديال النشا زوينه بزاف، وكنصيف به كريم باتيسير وبزاف ديال الحاجات. المهم هذا البنات الثمن ديالو كيدير بديك 63 سنتيم، يعني رخيص بزاف. حاجه اخرى البنات اللي بغيت نشارك معكم هو هاد الشاي هذا ولا هاد اتاي ديال مانسانيا كون انيس. كما كتعرفوا كنت شاركت معكم بزاف ديال الانواع ديال اتاي ديال ميركادونا، شاركت معكم ديال خنخيبري، شاركت معكم ديال مانسانيا بوحدو، شاركت معكم ديال مانسانيا وعرقسوس، شاركت معكم صراحه داك ديال عرقسوس زوين بزاف، شاركت مع ودابا غادي نشارك معكم هذا ديال مانسانيا كون انيس. مانسانيا كون انيس هو البابونج، وبالنسبه للناس اللي ما عارفينش اللغه البابونج وحبه حلاوه، صراحه غادي يكون المذاق ديالو زوين بزاف. هذا بان ليا بحال لا يعني ما كانش عندنا في ميركادونا اللي حدانا، حيت غيجيو الناس غيقول لك راه قديم، حنا في الجنوب دائما كيوصلنا داك الشيء معطل. المهم هذا غادي ندوقو ونرد عليكم، ولكن 100% غادي يكون زوين، حيت انا حبه حلاوه كتعجبني بزاف، والبابونج حتى هو كيعجبني. الحاجه الاخرى اللي بغيت نشارك معكم البنات هو هاد كنور، هذا كنور ديال الدجاج. المهم هاد كنور ديال الدجاج البنات كما دايرين هنايا سين غلوتين، ما فيش الغلوتين، ما فيش اللاكتوز، وبلا بيض. بالنسبه للناس اللي غيجيو غيقولوا لي راه محرم، كنور باللغه الاسبانيه سميتو كالدو دي بويو. المهم اللي غيقولوا لي راه حرام البنات، راه هذا راه ماشي حرام، هذا انا غنقول لكم انغريدينتيز ديالو. دايرين
في الانجريدينتس ديالو. استي برودكتو ديس ايدراتادو سي كومبوني دي سال الملحه الميدون دي مايس وفي بوتنسيادور دي سابوريس في اكستراكتوس دي ليفادورا اسيت دي اوليفا اروماس دي بويو. يعني داير لك غير الروما ولا النكهه ديال الدجاج 2.5% السكريس ودير لك القوام يعني التبزيره فيه والبصله 0.1% إسانة أوريا 0.1% ودارين تاساس دي سوخة هي أبيو. هاد الشي اللي فيه يعني ما فيه حتى شي حاجة محرمة. المهم حتى الدجاج زعما كاين باش هادوك اللي غادي يجيو تاني غايبيو يقلبوه على سبا ويقول لك راه فيه الدجاج، يعني راه ما دايرين فيه غير الروما دي بويو، راه ماشي الدجاج اللي حاطين لك هنايا. المهم كتجي فيه 12 وحدة، كتجي فيه 12 باستية كما كتشوفوا بحالو بحال ديال المغرب. المهم راه نيت استعملنا فيه كان يعني دائما كناخذوه زوين بزاف. وكاين ديال الحوت، ديال الحوت البنات علاش ما كناخذوه؟ السبب الكالدو ديال الحوت علاش ما كناخذوه؟ حيت فيه فلور اسيتي دي بالما اللي هي صراحه واحد الماده خايبه بزاف اللي كنتو كتشوفوها في المنتوجات تجنبوا هذوك المنتوجات ما تبقاوش تاكلوهم. هي زيت النخليه راه كما كنعرفوا راه خايبه على الصحه. الاخرى البنات اللي خديت هي اسباغيتيس كما كتشوفوا هما ديال ميركادونا دائما كناخذوهم ما كتعجنش ما يعني ما كيطرى ليها والو. حيت كاين واحد النوع ديال اسباغيتيس اللي واحد النهار ما بقيتش عاقله فين خديتها واش شديه ولا ما بقيتش عاقله، فاش كطيبيها كتعجن بحال داك النشا ديالها ما كتكونش صالحه هكا كتكون بحال معجنه. المهم هذه نقول لكم 100% زوينه مجربه. وهذه البنات باستا تيبورون حتى هي دائما كناخذوها من ميركادونا حتى هي ما كتعجنش وزوينه بزاف. غادي تكون كديرها ديك 60 سنتيم كذلك وقيلا الاسباغيتيس. المهم هذه حتى هي كناخذوها. وهذه البنات مكرون باستا مكرون حتى هي كناخذوها، هي كذلك كما قلت لكم ما كتعجنش وبونا كاليدار. هذه باش تدير بها مكرون. حاجه اخرى اللي غادي نوري لكم البنات هو ارينا دي فورسا اللي دائما كناخذ ب 73 سنتيم، هو الدقيق ديال الفورس. هذا راه شاركت معكم وصيبت بالنسبه للناس اللي كيشوفوا هما يعني ما زعمينش عليه. شوفوا القناه راه صيبت لكم بواحد الكيكه واللي صدقات ليا الروعه صراحه. دائما كناخذو كنصوب به الحلاوه. هذا الدقيق ديال الفورس موجود فيه بزاف. هي البنات سكر سنيده كما كتشوفوا هنايا، هذا دائما كناخذوا هذا السكر سنيده كيجي فيه 2 كيلو، جوج كيلو بأورو شي حاجه ولا جوج رقل ما بقيتش عاقله صراحه، كيبقى مده طويله وكنجيبو فيه دائما بزاف. هو راه خديته هنايا غادي نوري لكم هذه بوحدها ديال 2 كيلو. كما كتعرفوا راه السكر راه ما فيه شي حاجه مغيره اي سكر، غير بغيت نقول لكم بلي هذه كبيره فيها 2 كيلو يعني احسن من هذيك ديال وحده كيكونوا صغارين. اللهم تاخذي هذه ديال 2 كيلو تاخذ فيها بزاف كتبقى مده طويله. واخر حاجه اللي بغيت نشارك معكم البنات صراحه غيكونوا بزاف ديال الناس ما عارفينهاش، ولكن بغيت نشاركها معكم كما كتعرفوا حيت عزازين عليا. المهم انا غير بغيت غيكونوا الناس اللي يكونوا عارفينها ولكن الاغلبيه غيكونوا ما عارفينش. المهم هو الملحه، كاينين جوج انواع ديال الملحه، كاينه واحد الملحه نورمال اللي كاينه في ميركادونا وكاينه الملحه الثانيه اللي كاينه في ميركادونا كون يودا. هاد الملحه هذه اللي كناخذ البنات صحيه، يعني هاد الملحه هذه الا كليناها راه ما غاديش نخافوا، حيت كما كنعرفوا الملحه الا كنا كناكلوا ديك الملحه النورمال كتجي الغده ربي سلامه ما شكت على راسي، ولكن الله يستر الغده كتجي من الملحه وكتجي من بزاف ديال الحاجات. والملحه كما قلت لكم انا فاش كناكلها شنو كيطرى ليا بحال كنتعصب، فاش كناكلها كنتعصب داك النهار كله، داك النهار كله كنقلب غير معمل ما عرفتش الناس بحالي.
الزريعه اي حاجه كليتها شنو كيطرى ليا القلب ديالي بحال كنحس بيه كيبقى بحال كيدقني، وكنبقى نترعد حيت الملحه. وديك الفتره خاصني نبعد على الفرماج، نبعد على اي حاجه ديال الملح. انا ما عرفتش شنو هو داك شنو هو السبب، حيت واخا مشيت عند الطبيب قال لي ما فيك والو، ولكن انا مازال ما عرفتش يعني شنو واش كطلع ليا الطونسيو ولا. ولكن انا كما قلت لكم فاش كناكل الملحه كيكونوا تحت عينيا منفوخين. غير الزريعه، الزريعه الا كليتها راه صافي الغد لي كنوض، ومع الصباح مع الصباح الا هضرتي معايا نطير عليك. كنكون مع الصباح الا كليت الملحه معروفه مع الصباح. المهم، وهذه الملحه اللي غادي نوري لكم صحيه، انا كنجيبها باش يعني ما تضرنيش، ما تنفخش ليا تحت عينيا، ولا بعد المرات كنحس بفمي بحال منفوخ باش ما نتعصب. المهم، هذه الملحه هذه كاينه الزرقاء وكاينه الليمونيه. كنا كناخذوا الزرقاء، دابا من الاحسن دابا ولينا كناخذوا الليمونيه، حيت الليمونيه هي اللي صحيه. هي هذه البنات ديال يودا، كما كتشوفوا سال سال يودا فينا، راه كاينه الغليظه، وشدنتهم هذه الرقيقه ديال الليمونيه سال مارينا. المهم، هذه كتكون البنات صحيه، وما تخافوش يعني ديك الزرقاء ما تشدوها، ديك الملحه نورمال ما تشدوها، حيت هذه كتكون مزيانه الدراري الصغار، سميتو الناس اللي كيفيهم الطونسيون، الناس اللي عندهم الغده، الناس اللي سميتو ياخذوا هذه. واخا الناس صحيين ما فيهم حتى والو الحمد لله، ما كاين باس تشدي هذه الملحه هذه وتبقاي تاكليها باش ما يعني تضرك في الصحه ديالك. انا صراحه كما قلت لكم فاش كناكل الملحه دابا مثلا، انا فاش الا كليت اليوم الزريعه في الاول ما كانش كيطرى ليا هكا، ولكن انا داك بنادم اللي ما كيحملش السكر وكنميل بزاف للملحه، وفاش كنميل بزاف للملحه بحال بعد المده ولات كتاثر عليا. يعني فاش انا كناكل دابا شي زريعه ولا كناكل شي حاجه، فاش كنعس اشنو كنطرى الغد اللي كنوض خاطري من الداخل بحال مريضه، بحال ما عرفتش نقول لكم، ما فيا ما يدير والو، ما كان هكاك. واخا مشيت عند الطبيب وداكشي قال لي ما فيك والو، ولكن يعني عطاني بحال من الاحسن ما الا كضرك الملحه ما تاكلياش. المهم، وانا هذاك بنادم اللي عزيز عليا الملح ما نقدرش، واخا كضرني ما نقدرش. كذلك الزيتون مثلا، الزيتون الكحل انا كنموت عليه، كنحماق عليه، الا كليته مشيت فيها في الخطر، يعني غادي نوض داك النهار كلشي اللي قدامي غنبقى نغوت عليه ونتعصب هكا لا اراده. المهم، هذا البنات، هذه الملحه هذه ننصحكم تاخذوها سال يودا، هي اللي صحيه. المهم البنات، هادو هما المشتريات ديالي ديال اليوم، نتمنى نكون فدتكم يعني، وتكونوا يعني شاركت معكم المشتريات ديالي وتكونوا استفدتوا معايا. انتظروا الفيديو الجاي ان شاء الله، غادي نوري لكم واحد السيروم ولا واحد نقولوا سيروم، نقولوا زيت، نقولوا المهم من بعد نهضر لكم عليه اكثر واكثر، من ميركادونا خاص للتجاعيد، التجاعيد والكلف. يعني كلنا كنعرفوا باللي كيحيد التجاعيد والكلف، وهذا راه جابوه جديد في ميركادونا، يعني كانوا فيدات في ميركادونا ما كانش عندنا في الاول، ولكن دابا جابوه اللي هو طبيعي بورو 100%. وغادي نشارك معكم حتى واحد الباستياس ولا واحد الفانيل اللي هما كيليقوا الناس اللي باغيين الوجه ديالهم يكون فيه التكماش، البشره ديالهم تصفى. المهم، هادشي كامل ان شاء الله غادي نهضر لكم عليه في البروكسيمو فيديو ان شاء الله، الفيديو الجاي ان شاء الله. وتهلاو في راسكم وبسلامه، حتى المره اخرى ان شاء الله، بسلامه.